طيب اليوم ان شاء الله حصور لكم المسجد. المسجد هذا موجود في مدينة منهاتن في ولاية كانساس. هو هذا اسمه Islamic Center of Manhattan. المسجد مو كبير مرة، لكن هو الوحيد الموجود في المدينة هنا، وطبعا صمم على أساس أنه يكون مسجد. طبعا لا، هو كان يعني بعض المساجد تكون في المدن تكون كنيسة وتتحول لمسجد، يشتروها منهم فيخلوها. طبعا لما تدخل المسجد تلاقيه على شكل كنيسة موجود، لكن طبعا يغيروا فيه الاخوان المسلمين عشان طبعا يصير مسجد. فهذا اصلا بني اصلا على اساس انه يكون مسجد. طبعا هذه الارض كلها، هذه طبعا المواقف هنا موجودة. معلش التصوير يمكن يكون في الليل ظلام، ويكون كمان يعني كمان الكاميرا. حتى الأرض الموجودة هناك طبعا هذيك امبارح تكون ومصممة كمان على أساس أنها تبنى مباني سكنية يستفيد منها المسجد في دفع الفواتير ومن وإلى طبعا الأشياء يتعلق به. فعلى أساس أنه هذه كل الأرض هذه كلها من السور هناك يبغوا يبنوها سكنية، تكون سكنية. طبعا حيكون طبعا أغلب الناس ما دي تتحكم بها أنه يكون مثلا فقط مسلمين، فحيحاولوا أنه هم يكون طبعا الأغلب حتكون للمسلمين عشان تكون أقرب للمسجد، والمسجد ينفك طبعا طول الوقت. فالمسجد هنا طبعا ما هو طول الوقت مفتوح. يفتحوه طبعا يوم الجمعة، العشاء، العصر احيانا. بسم الله. طبعا اللي بناه كلهم مسلمين، وطلاب بعضهم مهندسين كلهم شاركوا. في صور كمان له. التقسيمات مقسمة طبعا بالتساوي، يعني مثلا هذا المدخل هنا في غرفة ثانية زيه بالضبط نفس المقاس هذا المدخل. غير كده هنا هذا المدخل الثاني يعتبر هذه المساحة نفسها المساحة. الجهة الثانية هناك للنساء. مسجد طبعا في أشياء كثير، منها الكاميرات، المراوح، هذه أشياء. وكمان يحتاج المسجد لدعم من الناس. جزاهم الله خير الطلاب المبتعثين هنا في مدينة منهاتن في ولاية كانساس. جزاهم الله خير، تبرعوا سواء كان جميع المسلمين طبعا، جميع العرب الموجودين في المدينة هنا. هذا المسجد بالداخل. طبعا هذه الجهة اللي هي النسائية هناك، هذه طبعا كلها هنا الرجال. هذا باب خروج الطوارئ طبعا. كمان تحت في هنا الحمام، وهذا مستودع، وهذا مطبخ.
يستفيد منه الشباب لما يجي نتجمع زي اليوم جمعة، نتجمع كلنا هنا في المسجد بعد العشاء. طبعا الآن صلاة المغرب، طبعا صلاة المغرب باقي على العشاء قريب ساعة ونص تقريبا. نعطي حلقات قرآنية، غير كذا نعلم الطلاب منا أولادنا حتى يستفيدوا. يوم يختلف الأيام حقيقة، تختلف. كانت أول يوم واحد معين، دحين صار تختلف الأيام. نجيب أولادنا ومنهم يستفيدوا، نعلمهم. شارة احترازية موجودة، الكمامات موجودة طبعا هنا، السجاجيد طبعا كل واحد بيجي بسجادته. هذه اللوحات طبعا، التلفاز هذا توجد على اللوحات تعليمات طبعا كيف الدخول، لازم تكون بكمامة ماسك. غير كده السجاجيد برضو لازم تكون معك تدخل بيها. موعد الصلاة هذا فيديو اليوم عن مسجدنا في مدينة منهاتن. إن شاء الله يكون عجبكم. لا تنسونا من اللايك سبسكرايب، تدعمونا جزاكم الله خير. طبعا هذه المدينة فيها جامعة كانساس، جامعة ولاية كانساس اللي هي طبعا كانساس ستيت يونيفرسيتي، اختصارها كي ستيت كانساس ستيت يونيفرسيتي.